ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقرار. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في مدارس المجد الأهلية بالرياض وأقدم لكم هذا الدرس في مادة الكيمياء للصف الثالث ثانوي، وهذا الدرس بعنوان البروتينات، وهو الدرس الأول من الفصل الرابع والأخير من مادة الكيمياء للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني. هذا الفصل معنون بعنوان المركبات العضوية الحيوية. البروتينات، من منا لا يعرف البروتينات؟ البروتينات يتبادر إلى الذهن تلك المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان، وتوجد في البقوليات وتوجد في البيض والحليب وغيرها. الاسم العلمي لهذه البروتينات تعرف بأنها بوليمرات عضوية تتكون من أحماض أمينية مرتبطة معا بترتيب معين. كلمة بوليمر مرت علينا، بوليمر جزيء كبير يتكون من عدد من الجزيئات الصغيرة اللي تعرف بالمونيمرات. البروتينات هي بوليمرات تتكون من أحماض أمينية. إذن وحدة بناء البروتين هي ما تعرف بالأحماض الأمينية. طيب، هذه الأحماض الأمينية ترتبط مع بعضها البعض لتكون البروتينات بنوع من الروابط تسمى رابطة بيبتيدية. طيب، الشيء المطلوب منا الآن، ما هي صيغة الحمض الأميني وكيف ترتبط هذه الأحماض الأمينية؟ كيف تتكون هذه الرابطة البيبتيدية؟ وكيف نكون رابطة بيبتيدية بين حمضين أمينيين؟ أولا نشوف هو تركيب الحمض الأميني. لاحظ، هذا هو تركيب الحمض الأميني. يتكون الحمض الأميني من مجموعة من المجموعات الوظيفية، بعضها ثابت في كل الأحماض الأمينية والبعض الآخر يختلف باختلاف الحمض الأميني. نبدأ بالمجموعات الوظيفية الثابتة في كل الأحماض الأمينية. لاحظ من اليمين اللي هي مجموعة الكربوكسيل C رابطتين O و H. هذه المجموعة، مجموعة الكربوكسيل، موجودة في كل الأحماض الأمينية. كذلك توجد ذرة هيدروجين لأسفل في كل الأحماض الأمينية. كذلك توجد مجموعة أمين في كل الأحماض الأمينية. المتغير في الأحماض الأمينية هو هذه السلسلة الجانبية التي يرمز لها بR، تغير من حمض أميني إلى آخر. نشوف بعض الأحماض الأمينية وكيفية تغير هذه السلسلة الجانبية فيها، ونروح لجدول 1-4 في الكتاب وأمثلة على الأحماض الأمينية. لاحظ في الجلايسين، أول حمض موجود عندنا على اليمين اللي هو هذه المجموعة حقة الكربوكسيد C دبل بوند O أو H، موجودة في كل هذه الأحماض الأمينية، موجودة فيها كلها. كذلك الـ H موجودة في كل الأحماض الأمينية. لاحظ كذلك مجموعة الأمين NH2 موجودة في كل هذه الأحماض الأمينية. المتغير اللي هي R، لاحظ في جلايسين R بدلا عنها H، ولاحظ R في السيرين بدلا عنها CH2OH. لو تذكر دي مجموعة حقت OH، مجموعة هيدروكسيل اللي بتميز الكحولات. وفي سيستين هذه المجموعة المتغيرة بدل R CH2CH، وفي الأليسين المجموعة المتغيرة بدل R CH2CH2CH2CH2NH2 باعتبار هذا المركب يصنف من الأمينات. هذه السلسلة المتغيرة R، وقلنا تختلف من حمض أميني إلى آخر. نروح لموضوع آخر،
كيف ترتبط هذه الأحماض الأمينية مع بعضها البعض؟ قلنا ترتبط عن طريق ما يسمى بالروابط البيبتيدية. فنأخذ تكوين حمض أميني مع حمض أميني آخر، تحد يرتبط مجموعة الأمين لأحد الحمضين الأمينيين، ده حمض أميني، ترتبط مجموعة الأمين اللي هو NH2 اللي هو دي مجموعة الأمين من هذا الحمض بمجموعة الكاربوكسيل لحمض أميني آخر، هذه هي مجموعة الكاربوكسيل C رابطتين O أو C دبل بوند OH، يرتبطوا مع بعضهم البعض ويكونوا ما يسمى بثنائي البيبتيد. ثنائي البيبتيد ليش؟ لأنه يحتوي على حمضين أمينيين. لاحظ هذا التفاعل ينتج منه ما، ينتج عنه ما اللي هو تفاعل نزع ماء، تنتج الماء ويتحد الحمضين الأمينيين في مكان نزع الماء ويكون ما يسمى بثنائي البيبتيد أو البيبتيد ماله الثنائي. البيبتيد الثنائي، طيب ما هو الفرق ما بين عديد البيبتيد والبروتين؟ طيب هنالك فرق كبير جدا ما بين عديد البيبتيد والبروتين، ودايما شفنا قبل شوي في انه ممكن يتحدوا حمضين امينيين برابطه تسمى رابطه بيبتيديه يكون ثنائي البيبتيد. طيب اذا اتحدوا اكثر من حمضين امينيين ثلاثه واكثر يسمى عديد البيبتيد. متى يسمى عديد البيبتيد حمض؟ متى يسمى عديد البيبتيد بروتين؟ يسمى عديد البيبتيد بروتين إذا كان يحتوي على سلسلة من الأحماض الأمينية طولها 50 حمض أمين. فالبروتين سلسلة من الأحماض الأمينية بطول 50 حمض أميني وأقل من ذلك يسمى عديد البيبتيد. فكذلك الجزء الآخر من هذا الدرس في شيء يسمى بالبروتين الثلاثي الأبعاد. البروتين الثلاثي الأبعاد دائما هذه البروتينات توجد في أشكال معينة، أشكال محددة. ممكن هذه الأشكال تكون كروي غير منتظم، ممكن يكون ليفي طويل، هذه أمثلة للأشكال حقتها. ودائما هذه البروتينات تعمل إذا كانت موجود في الأشكال حقتها الأصلية، أما إذا تغير شكل البروتين قد لا يستطيع القيام ب عملي. فلذلك دائما هذه البروتينات تحدث لها عملية حقت تغير في الخواص حقتها. عملية تغير الخواص الطبيعية الأصلية للبروتين تعرف عندنا بعملية الدنتر، وتتغير فيها هذه الخواص بالنسبة للبروتينات، وقلنا إذا تغيرت هذه الخواص لا يستطيع البروتين القيام بعمله إذا حصلت لعملية حقت دنتر. الجزء الأخير بنتحدث عنه في هذا الدرس اللي هو خاص بالوظائف التي تقوم بها هذه البروتينات، وفي كثير من الوظائف تقوم بها هذه البروتينات، وفي بعض المواد نسمع عنها ولكن لا نعرف إنها هي تصنف من البروتينات مثل الإنزيمات. الإنزيمات تعتبر من البروتينات وعندها وظيفة تقوم بها اللي هي تسريع عملية التفاعلات، تسرع بالتفاعلات اللي هو سميناها من قبل اللي هو مواد حافزة. والمواد الحافزة المهمة حقتها في تسريع التفاعلات كما ذكرنا من قبل إذا بتذكر اللي هو بتقلل طاقة التنشيط للتفاعل، كل ما قلت طاقة التنشيط للتفاعل كل ما كان التفاعل ماله أسرع. البروتين الآخر بناخذه اللي هو الهيموغلوبين. الهيموغلوبين عنده وظيفة حيوية جدا في الجسم، فبيقوم بنقل اللي هو وظيفته وظيفة نقل، ينقل الأكسجين في الدم من الرئتين إلى سائر أجزاء الجسم، ويعتبر وظيفة حقته وظيفة نقل. كذلك من البروتينات المهمة جدا اللي هو الكولاجين، والكولاجين من البروتينات اللي هي بتعمل على الدعم والبناء وبتكون موجودة في كثير من في العضلات والأربطة، وكذلك توجد مواد دعم أخرى اللي هي الريش يعتبر من بروتينات الدعم، والفرو والأظافر كلها تعتبر من بروتينات الدعم. كذلك من البروتينات المهمة ومعروفة اللي هو ما يسمى بهرمون الأنسولين، وهرمون الأنسولين اللي هو
ينتج في البنكرياس، والوظيفة حقته إنه بيعطي إشارة بتوفر السكر في الدم حتى يخزن هذا السكر. ومعروف جدا ارتباط الهرمون الأنسولين بالإصابة بمرض السكر المعروف، وممكن يصنع ممكن تصنيعها كثير من البروتينات مثل الأنسولين نفسه ممكن يصنع ويعتبر كبديل للأنسولين ويعطى بالحقن لبعض مرضى السكر اللي شفى الله الجميع. وفي بروتينات كذلك يمكن تحضير اللي هي بروتينات خاصة بالغدة الدرقية وغيرها من هذه البروتينات المصنعة التي نستطيع أن نحصل عليها ونعوض بعض البروتينات المفقودة في الأجسام بالنسبة لكثير من المرضى. في من دائما في الحصص حقتنا بناخذ واحد من الأسئلة اللي بترد في الاختبارات التحصيلية، وهنا واحد من الأسئلة التي تتكرر كثيرا في الاختبارات التحصيلية اللي هو سؤال هرمون بروتيني يفرز في البنكرياس، وبيعطونا خيارات فيتامين دي والكولاجين والأنسولين والهيموغلوبين، ويمكن لأن الدرس موجود عندنا أمامنا اللي هو الإجابة الصحيحة هي الأنسولين، هو الهرمون البروتيني الذي يفرز في البنكرياس. وكذلك ممكن يتغير السؤال في أنه يؤثر في عملية اللي هو الإصابة بالسكر النقص حقه. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجد رمز للعلوم ومفخرة، بين النجوم وفي القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلم